اليوم حنا كنحتفلوا باللي كنسميوه لو دي يعني اليوم اللي كيتعرضوا فيه الشركات الناشئه اللي دانا لهم مواكبه لمده تسعه اشهر يعني العرض ديالهم كنا احنا في يعني في شهر ابريل اللي داز درنا وفايت حضانه متخصصه في شركات الناشئه النسويه اللي كانوا معنا 12 شركه يعني تم لو لونسمون ديالهم عند دي فام اونتوبرونور في مجموعه من الميادين في التكنولوجيا في يعني في عالم ديال البناء في عالم ديال الشوكولا دي دي يعني كان واحد العرض متميز ومتنوع في المشاريع هذه المشاريع خدمنا معهم لمدة تسعة أشهر دونك عاوناهم في مجموعة المجالات في البيزنس موديل ديالهم قدينا يعني نوصلهم واحد لزوبجيكتيف مزيانين كاين بعض من هاد المقاولات اللي خداو يعني منح من لونيو اوروبيان

فوالا <applause> أه دونك هذا هو الهدف ديال اليوم أه وبغينا حنا نشجعوا يعني المقاوله النسويه هذا شيء مهم بزاف لبلادنا يعني والحاضنه ديالنا أه لان كنلاحظوا في ارض الواقع ان يعني الشركات النسويه كيكون فيهم واحد أه يعني واحد المبادره كبيره وكيكون فيهم حتى نسبه النجاح كتكون عاليه بالنسبه يعني الباتش الاول كانوا معنا 12 جهه كان نشاه نسويه وفي هذا الباتش الثاني غيكونوا عاوتاني معنا ان شاء الله 12 واحد اخرين ولكن الباتش هذا الثاني الجديد غيكون فيه يعني نصف يعني نساء ونصف رجال و تم يعني كانت واحد المنح ديال 50 الف يورو من الـ من عند يعني الشركاء ديالنا في هذا البرنامج اللي هما لونيون اوروبيان الاف و في سي فور, فور افريكا واليوم ان شاء الله غادي نشوفو شنو يعني البيزنس انجل كيفاش غادي يهتموا بهاد لي بروجي وكيفاش يقدوا تا هما يساندوهم ويخليهم يزيدوا القدام ان شاء الله حنا متخصصين في صناعه اثاث الاطفال الميزه ديال هاد الشركه وحنا كنديرو دي موبيل اونفون بيرسوناليزي يعني الكليان كنصيبوا ليه داك الاثاث على حساب كيما بغاه على حساب العبار اللي عنده في لا وعلى حساب لا تاي تاع لي اونفون بسميه تاع لونفون عندنا ميزه اخرى كنخدمو على لا تكنولوجي انتيغري في هاد لو موبي اونفون باش نحلوا بعض المشاكل اللي كيعانيو منها الاباء كيفاش يتعاملوا مع داك لو موبيلي باش يكون ايفولوتيف وباش يكون سيكوريزي لو ماكسيموم بوسيبل بور لونفون حنا خدامين كنبيعوا في غير في لي ريزو سوسيو خدامين على لو سيت ديالنا اللي هو اشكيدس بوان ايما est en cours de conception. Elle a déjà créé une moteur de recherche. On chahallah, 2023, a décliné notre premier showroom Ash Kids. Et nous, l'associé Maya, le cofondateur, pardon, Abd Samad Anached, est très cherikel. Il y tout ce qui est digitalisation. Ou le produit, il a été lancé, on chahallah, février. Ou le produit, il est mit au valais C'est une ابليكاسيون اللي آه, يعني كتهتم بقطاع الموارد البشريه اللي آه, يعني هي الي ديدي للشركات الصغرى والمتوسطه آه, آه, بدايه بالمغرب بيان سور غنبداو بالمغرب ان شاء الله آه, هاد لابليكاسيون كتسهل يعني الحياه اليوميه ديال الاطر في الشركات جميع الاطر آه, وكذلك لي ريسبونسابل اي اش يعني كتسهل كاع الاموريه بالنسبه للديبارتمون دي ريسورس هومان علاش هاد لابليكاسيون حنا كنعرفوا بلي مالوغوزمون دابا في المغرب ما كناش اون لابليكاسيون اللي هي مغربيه 100% ماروكين اللي كتلبي يعني الطلبات ديال هاد الشركات اللي هضرنا عليهم الصغيره والمتوسطه في هاد المجال ديال الموارد البشريه يعني تو يعني جيستيون ديال لي دوكيومون ديال لي كونجي ديال لي زابسونس ديال ريمونيراسيون ديال ريكروتمون كاع النقط اللي هي يعني متعلقه بهاد المجال فاحنا ان شاء الله فيفغي كيف ما قلت لكم غادي ان شاء الله نلونسيو هاد لابليكاسيون وغادي نلونسيوها اتيتخ غراتوي في الاول، نتمنى ان شاء الله يستافدوا منها الشركات واحد لواحد بيريود باش يكون عندنا واحد الفيدباك اللي هو حقيقي على هاد لابليكاسيون باش إلا كاين شي حاجة اللي غادي نحسنوها ان شاء الله، غادي نديروها، وبيان سوغ غنبداو بالمغرب، وغادي ان شاء الله نان نان يعني من بعد نحاولوا اننا نـ نـ اون افريقيا وعلاش لا اوروبا وفي الاخر ان شاء الله الموين اوريون.